يا زلمه كل مره جاي ما امشي وتعالي امشي وتعالي وتركني لي انا اصلا ما تشغلني ها كل يوم راكبه ونازله وطالعه انا كمان محتاجه بجيك انا كمان محتاج عليك الله يا اخي تقول يتيمه وكمان يتيمه انت ما كان جيت مكان زي ده عشان اشتغل فيها الزله والهام كل يوم امشي وتعالي امشي وتعالي فاضيه لك انا يا اخي تشمده يا اخي والله في قلقتك يا جرس مبالغه مشاكل عندنا مشاكل يا خلينا من تقول له يا اخي انا جايك انا داير لي وحده شغاله تقوم بمواصفات معينه اول حاجه تكون عندها فحص دوري تكون فحص جديد ده كلام جيد ايه من شروط المكتب وشروط مكتب العمل زاد انها تكون مفروضه جيد اكيد وبعدين تعرف تكون تفهم العادات والتقاليد السودانيه ثلاثه نعم تكون فاهم العادات والتقاليد السودانيه ثالث حاجة يعني تكون يعني دولة يعني مرينة وأخلاقها كويسة يا سلام الله حسب طلال عليك يا شيخ دي مواصفات ربنا يعني أقول لك زي نظرة الوجود لكن إن شاء الله لا 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 دي أهم حاجة وضروري جدا ما عليك نحاول نشوف لك دي أهم مواصفات اسمها فول أوبشن دي فول أوبشن دي حلوة لكن إن شاء الله حاول نشوف لك لا لا نحاول نشوف لك ضروري لا لا ما في كلام يا سلام عليكم الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك وصلنا لدرجه جيلنا ذاته معقدين اكابوس يا جوسا ولد كبسه قالك انا الغنايم دي عليك انا جاسوس الاصلي يا جوسا يا كبسه انت كبير يا كبير زي الشغل عليك لكن انا رد دخل له يا فتحانك بكبير رنداك يا حسن زلم لكم رجع لا 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 ندي لك تعرف رد نطر بعرف عن فوق تجي الى ذات الله تعالى الشغل المصري العجيب ذاته يا مان كافي يا كيف ما اصل 400 دولار يا مان والدولار عامل 50 جنيه دي 200 مليون يا اصلي يسوي سنين يا كابوس هذا موازير هذا شغلك كله لسه وقاعد قاعد ما قلت لك تليفونات صينيه يقول لا ما تجيب 50 جنيه ودار تجكك اجيب برا هناك يا اجيب برا الحرب العالميه اجيب تجي نزع يا ده الصنع وقدها يا الصنع وقدها مره جاء ده ما اكله ده ما زال يفتاي بس اسم حرامي زال زي ما امرك 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 جليلة ايه ده قصلي اصلي يا خطير والله يا عمو ما في كلام التليفون ضرب كيسي الو عثمان رسلت لي 500 ليه ما رسلت لي شغاله اصلي كيف قلت شنو 500 رسلتها لك ليه ما رسلت لي شغاله يا بنت امي ما حصل الزيادات يا اختي لكن انت عارفه الدولار بقى بكم ده المر ما زايده 500 بتعمل شنو برسل لك تاني 500 زاد الو اي عزمة يا كلامي ما تحوليها في الشريحة ده رديك رقم البيت تحولي لي بها مباشرة اي مليني لو وصل يا خالق اجل ما في كلام خالق ابني جاي يا الله الجبل خطير عليك شريحتنا هسه انا عملت تحويل المكالمات هنا ده حتى لو قفل مكالمات ما انت معانا هنا والرصيد في تليفون تليفون نجتمع هذه جات مكالمة عثمان انا سفاري عندي شركة استخدام والله ادوني الرقم ده وقالوا لي انه بساعدك وعندك مكتب بتاع عاملين
انا اللي عندي خلصوا فمحتاجة واحد قال لي انت كيف تساعدني ما تربيت في النوم ده ثاني طيب حلبي جيب الحلبي ده وجيب بيت فرحة يا فرحة اسمع كلامي يا رسطة احنا جانا رزق يا صاحبي اكل العيش ما كنت عارفه ده ونتنافس تقدر تفتح ولا تقدر تعمل امور تقدر تفتح تكبزور رسطة احنا يا صاحبي احنا دايما لك وتتصور كده انك تجنون بيت فلبينية شغالة شنو أنا غريتها اشتغل براي يا أختي جبت لي شغالة يا أختي شغالة واتساب يا من هذا أقدر ماذا يا أختي ملابس كذا لا 15 دي شغالة يا أخي أختي ما شغالة يا أخي ها أسمع أنت لي شغالة لا كاوز فكرتك سمحة لكن درستك